ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، والفقرة دي فقرة مهمة جدا وهتكون عن التعليم. التعليم مش بس مجرد وسيلة للتعلم، ده هو الركن الأساسي اللي بتقوم عليه أي أمة، ومن غير تعليم قوي ومتطور مفيش أمل أبدا إننا نحقق التقدم اللي بنحلم بيه. وأكيد مش سر إن التعليم في مصر بيواجه تحديات ومشاكل كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، ومحتاج لتطوير وتنمية. أنا هتكون منوراني النهاردة إيمان يحيى، صانعة المحتوى والكاتبة، واللي هتشاركنا بأفكارها وأرائها عن إزاي نقدر ننهض بالتعليم في بلدنا. وبالمناسبة إيمان كل فترة تطلع بفيديو كده يثير الجدل، والناس تقعد تقول مين البنت دي المنمقة اللي فكرها حلو، واللي هي رغم صغر سنها بس بجد يعني النقاش معاها ممتع. منوراني يا إيمان. منور. منوراني يا حبيبتي، وشكرا انك جايه وانت تعبانه وعيانه بس ما فوتيش الحلقه. لا لازم بجد. شكرا. انا عايزه اعرف من وجهه نظرك، هو التعليم المفروض ان هو يخضع لسوق العمل؟ يعني مثلا احنا بنتعلم بس علشان نشتغل، عشان اللي ندرسه ده نروح نطبقه في الشغل على طول؟ بصي، هو التعليم المفروض ان هو بيخضع لاحتياجات المجتمع اللي هي جزء منها سوق العمل، لكن انا مش باخد معلومات علشان اطلع اشتغل بيها، لان ده مش منطقي. اولا احتياجات سوق العمل متغيرة من فترة للتانية. ثانيا احتياجات المجتمع جزء منها زي ما قلنا سوق العمل، ولكن في احتياجات اخلاقية وفي احتياجات ثقافية وفي احتياجات فكرية، ومفيش مجتمع بيقوم بس على مبرمجين، على اطباء، على مهندسين. فالاحتياجات دي هي اللي بتخليني ان انا اعمل منظومة تعليمية تخدم احتياجات المجتمع عندي في الوقت الراهن. وعندنا امثلة كتير، يعني اليابان مثلا عندها مادة اسمها الاخلاق، كده بنفس الاسم، مادة اسمها الاخلاق، علشان انت المجتمع اللي عندك ده انت بتكوني بني ادم، بتكوني فرد بيفضل معظم حياته في المدرسة، فدي اللي هو بيتلقى منها كل حاجة. الطفل بينمو من هو في ابتدائي، اعدادي، ثانوية عامة، تكوين شخصيته ده لازم تكون المدرسة جزء منه. أكيد. فما اقدرش ان انا اعتمد بس على العلوم المادية واتجاهل العلوم الانسانية، حتى لو كان سوق العمل حاليا يتطلب بكثرة العلوم المادية. ده مش معناه ابدا ان انا اتجاهل العلوم الإنسانية، أو أن أنا حتى أقلل منها، هي بنفس الأهمية ويمكن أكتر. طب عشان الناس تفهم أكتر، قوليلي إيه الفرق من العلوم المادية والعلوم الإنسانية؟ ببساطة شديدة العلوم المادية هي اللي بتهتم بالطبيعة، الفيزياء، الكيمياء، بتعتمد على التجريب، الخطأ، وفي الآخر معادلات، الحاجات اللي هي بتحتاج تشغيل مخ، واحد واحد يساوي اتنين زي ما بيقولوا. لكن العلوم الإنسانية هي بتهتم بتفسير سلوك الفرد، بتهتم بأخلاقيات المجتمع في مرحلة معينة، بتهتم ان هي زي التاريخ مثلا، من خلال القصص التاريخية بتعرفي حال المجتمع في الوقت ده كان ايه، السبب في ان حال المجتمع كان كده ايه، لو كان المجتمع متدهور في وقت من الاوقات ازاي حصلت نهضة بعد كده، او ليه دولة متقدمة وليه دولة تانية متأخرة، وهكذا. العلوم الانسانية كمان زي الفلسفة، علم النفس، كل دي علوم مهمة جدا 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 ان الطالب يعتني بيها بالظبط بنفس قدر الاهميه في العلوم الماديه يعني. والاثنين لا غنى عنهم طبعا. طبعا انا بحس بالذات الجزئيه بتاعت علم النفس او الفلسفه او كده، هي دي بتساعد البني ادم ان هو يعرف نفسه اصلا، عشان يعرف هو بالزبط عايز ايه وهيعمل ايه في حياته بعد كده وتكوين شخصيته. بالظبط، يعني العلوم دي اصلا تتطلب ان يتم تطويرها كل فتره وفقا برضو لما يناسب احتياجات المجتمع. في برضو إشكالية هنا إن الناس تقولك ماشي هي مهمة وكل حاجة، بس أنا ما يعني يشوفها مع نفسه، أو إن هو يثقف نفسه أو يطلع عليها مع نفسه. أولا أنا هنا عندي مشكلتين. رقم واحد، ما أقدرش أتجاهل الواقع اللي بيقول إن الطالب المصري بيدرس علشان يحصل درجات عشان يقدر يدخل الكلية اللي هو بيحلم بيها. ده واقع ما أقدرش إن أنا أتجاهله وأنا باخد قرار زي ده. تاني حاجة، إنه المواد دي او اي ماده تتطلب وجود حد منتور، تتطلب وجود حد هو اللي بيوجهني ايه المدخل بتاع العلم ده، ايه الاسس بتاعه العلم ده، مش هسيبه تايه في بحر الكتب كده وهو بنفسه ان هو يشوف ويطلع. يعني دي يوتوبيا، ده مش موجود اصلا، حاجات معينه يعني مش هيبقى عارف ان هو محتاج ده. بالظبط، يعني ده مش موجود. وزي ما قلت لك لازم يبقى موجود في المدرسه ومضافه للمجموع من وجهة نظري طبعا، علشان مش هيهتم بيها ولا يعيرها اي اهتمام الا لو هي مضافة للمجموع. وفي نفس الوقت لازم يكون في حد بيشرف عليها، اللي المفروض
بيقوم بدور الإشراف ده المدرس في المدرسة. فطبعا يعني لا لوم، الإنسانية مهمة جدا. طيب دي مش أول مرة انت تتكلمي فيها عن التعليم، كنت عملتي فيديو من سنة وبقولتي فيه ان انت نفسك ان هم يضيفوا مادة في المواد، ومن قريب عملتي فيديو بعد التعديل الوزاري عمل قلبان كده شوية. فقولي لي انت من امتى بقى عندك الاهتمام بالتعليم، خصوصا ان انت اصلا سنك صغير قوي على الكلام ده؟ بصي انا بحب القراءة جدا، وعلشان كده عملت محتوى بيوجه الناس للقراءة وبيعرفهم ايه اللي ممكن يتحسن في حياتهم. وكمان انا بحب التاريخ جدا، فالحقيقة ان مفيش اي دولة متقدمة في العالم تختلف عن دولة تانية الا اذا كان في اختلاف في التعليم. برضو زي ما قلنا من شوية اليابان هي خير مثال على الموضوع ده. اليابان ما حصلش فيها نهضة اقتصادية ولا نهضة عسكرية ولا كل الكلام ده الا بان هي اهتمت بالتعليم. ده حقيقي. فالتاريخ بيثبت انه لا يمكن تكون قوي اقتصاديا ولا عسكريا ولا في اي تقدم حقيقي يحصل الا بالتعليم. ابني مدن لناس جهلة وبص على النتيجة. قدم كل المميزات اللي في الدنيا وكل الرفاهية اللي في الدنيا لشخص جاهل، مش هيعرف يحافظ عليها. أنا دلوقتي لما أبني دولة كبيرة متقدمة، يعني محمد علي لما عمل مصر الحديث، في الأول وفي الآخر المجتمع لما حصل له فترة تدهور والمجتمع لما تم تجهيله مع الوقت ما قدرش يحافظ على ده. حتى لو كانت مصر في يوم من الأيام هي الحضارة، هي ليه الحضارة مش مستمرة؟ ليه مصر مش زي مصر زمان؟ علشان ببساطة شديدة أنا ما عنديش مجتمع يقدر يحافظ على حاجة مهمة اتثبت له. فأنا لما أعمل تاني حاجات مهمة فعلا، وإن أنا أعمل تقدم ونهضة تاني، ده شيء مهم جدا وبنكون فخورين بيه. بس المجتمع جاهل، هسيب الكلام ده لمين؟ الناس مش هتعرف تحافظ على الكلام ده، لان هم مش واعيين كفايه بقيمه اللي في ايدهم. يعني حقيقه مره قوي للاسف. طب لو افترضنا احنا مش اهل العلم في ده، بس مثلا كل واحد فينا بيبقى عنده راي او منظور للمنظومه التعليميه الناجحه، انا مثلا كأم ليا وجهه نظر، فعايز اعرف انت ايه وجهه نظرك في ده؟ ايه من وجهه نظرك المنظومه التعليميه الناجحه؟ احنا زي ما قلنا احنا مش اهل تخصص. بالزبط. تمام. اهل التخصص هم اللي يقدروا يحطوا منظومه بتفاصيلها بكل حاجه، بس انا مع إن عادي يسمعوا اراء من ناس مختلفه. بالظبط. ممكن نشوف من اطار عام انه الدوله، اي دوله تتعامل مع المنظومه ان هي منظومه. ببساطه شديده المنظومه دي فيها مدرسين وفيها المدارس نفسها بتحتاج ان هي تتطور، المدرس يكون مهيئ، الطالب اشوف ايه اللي بيخدم مصلحته برضه في الوقت الراهن واعمله. فانا لما اتعامل معاها كمنظومه مش هينفع اخد قرار، القرار ده ممكن جدا يكون بيصب في مصلحه الطالب مثلا، سواء بيضر المدرس. طيب في ناس ممكن تقول طيب انا دلوقتي ممكن اخد قرار هيضر مين؟ هيضر المدرسين السناتر. تعالى نرجع ورا شويه ونكون واقعيين ونكون منصفين. مدرس السنتر ده ما لجأش لده الا لان هو مش واخد حقه بقاله سنين طويله، يعني ده من قديم الازل مش واخد حقه كفايه. والمدرس هو المفروض يكون اهم رتبه في الدوله من حيث حاجات كتير جدا، لان زي ما قلنا ما عندكش دكتور ناجح وما عندكش مهندس ناجح وما عندكش اي حد هو ناجح في شغله اصلا الا من خلال المدرس كلها. فانا لما اخد قرار بيصب في مصلحه الطالب ما ينفعش ناخده فجاه، ده اولا ممكن يكون في تنويه قبلها بخمس سنين مثلا. ليه؟ لان انا عندي ناس هتاخد قرار ان هي تدخل كليه تربيه، هو دلوقتي عنده اختيار من اتنين، يا يعني اما انا هدخل الكليه دي وانا عارف ان انا خارج منها معتمد على الاجر اللي انا باخده من المدرسه فقط لا غير، فانا حر في قراري، يا اما انا بعزف عنها خالص وما بدخلش، ودي برضو كارثه تانية. فانا عندي برضو فنلندا ما عندهاش حاجه اسمها دروس خصوصيه خالص، بس هي بتعمل ايه؟ هي عندها مدرسين احتياطيين بعد المدرس الاصلي عشان يبقى ما فيش ضغط عليه، فلو في طلبه مش عارفين او مش فاهمين جزء معين الطالب ده بيقعد مع المدرس الاحتياطي اللي هو بنفس درجة الكفاءة يشرح له الموضوع من الأول. ولا الأهالي بتتكلف فلوس أي حاجة، كل حاجة مجاني، ولا إن هو بيضطر إن هو يخضع لجشع المدرسين بره ولا في الكلام ده خالص. فأنا أقدم حلول إن أنا أراعي المدرس ده، لأن أنا عندي دلوقتي آلاف في مصر خريجي فلسفة كفاءة وعلم نفس والحاجات دي كلها، يعني لازم يكون في الاعتبار الناس دي هتعمل إيه. طب انا عندي سؤال كمان، انت مع فكره تنسيق الجامعات ولا ان يعني لو كان في عندنا نظام ان اللي بيحب حاجه وشاطر فيها يقدر يعملها؟ يعني على سبيل المثال ممكن يبقى واحد فنان وعايز يدخل فنون جميله بس مجموعه ما جابش، فيدخل حاجه تانية وما ينجحش فيها اصلا لان هي دي مش حتته.
هي دي فكرة فيها جدل بقاله سنين، واكتر حاجة بنستغرب دايما هو ليه لحد دلوقتي مش بتتنفذ. يعني ليه انا حد حلمه يضيع علشان مش عارف طه حسين كان بياكل بليلة ولا رز بلبن؟ ليه حد ممكن يعني سؤال ما جاوبوش؟ نسي، تعبان زي ما انا تعبانه كده. سلامتك والله يا حبيبتي، صعبان عليا وحاساكي بتتكلمي وانتي مرهقه بجد. لا انا تمام. فانا بضيع احلام طلبه ممكن يكونوا متميزين جدا 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 طبعا، ويكون فنان في يوم من الايام، يكون دكتور متميز، يكون مهندس شاطر. الناس دي هي اللي هتبني، هي اللي هتعمل مجتمع متقدم فعلا. فلازم طبعا اراعي ان انا يكون عندي اختبارات بيسموها تقريبا اختبارات قدرات. او قدرات يعني اتمنى ان هي تكون موجوده في يوم من الايام. وبصراحه ما اعرفش ليه قرار زي ده صعب تنفيذه. يعني انت بدايه محتواكي كانت عن الكتب. كتير اغلبنا يعني بيقرا وبعدين بعد كده بيفقد الشغف او ما بيلاقيش نفسه. قوليلي ايه اللي لقيتيه في القرايه خلاكي مكمله بقى بالمكتبة الخطيرة الفظيعة اللي عندك دي؟ كل حاجة عالم تاني. يعني الكتب تقدر تخليك تسافري وانت قاعدة مكانك، تفصلي عن الواقع تماما لو انت زعلانة او مكتئبة او في وقت معين مش قادرة تتعاملي فيه مع الناس. برضو في علم النفس المفروض ان هي بتهديكي، تخليكي اهدى، ريلاكس اكتر. طبعا ده غير الجانب الفكري اللي هو اهم حاجه في الموضوع. لما بدات اقرا اصلا ما كانتش حاجات سهله، ده انا بدات بكتاب تقريبا كان اسمه التربيه تاريخا والعلم التربوي تطورا، يعني كان كتاب غريب أصلاً جدا اصلا. ودي البدايه، ده اول كتاب مسكته في غريبة حياتي جدا. ده فعلا اول كتاب مسكته في حياتي. كان عندك كم كان سنه قد كده؟ كان عندي 13 14 سنه كمان. كتاب قد كده ما شاء الله، والمكتبه بتاعت بيتنا اصلا كبيره. فانا مسكت الكتاب ده كل الحضارات اللي في الحياه موجوده فيه، فكنت حاسه ان انا سعيده بيه قوي. لسبب كمان ان وقتها كنت في اجازه، وبعدين بعد فتره اللي علقني بالقراءه جدا لقيت ان انا فاكره كل المعلومات، فاكره كل حاجه، فاكره الحضاره الصينيه وكونفوشيوس وحاجات اسماء لو انا بدرسها في التاريخ علشان احصل درجات هنساها، وكل يوم ارجع راجع تاني والمدرس يسالني ومش عارف. في فرق، انت بتقري حاجه عشان انت حباها مش بالزبط. عشان انت ملزمه انك تعمليها بالظبط. فتعلقت بيها جدا، حبيتها. لما بتظهر مواضيع جدليه زي اللي بيحصل دلوقتي بلاقي انه بالصدفه انا قارئه في الموضوع ده. يعني لما ظهر الترند الجديد بتاع التعليم والمواد العلوم الماديه والعلوم الانسانيه وكده، كنت انا قبلها اصلا حاجه بسيطه جدا لسه مخلصه كتاب اسمه الفلسفه الماديه وتفكيك الانسان لدكتور عبد الوهاب المسيري. فكنت حاسه انه ايه ده، في انا شايفه الكلام ده قبل كده، انا عارفه اللي بيحصل ده كويس. فلا القراءه حلوه، حاجه بتخلي الانسان حاسس ان هو فايته كتير قوي. ايمان انت نورتيني وانا فخوره، وانا من اوائل المتابعين ليكي اصلا ومتابعاكي. انا فخوره ان احنا عندنا جيل صغير وبيعرف يفكر وتفكيره منظم ومنمق كده بجد. شكرا يا فانتي انتي انتي فخر، فاهمه؟ شكرا. انا اللي سعيده ان انا معاكي. انا اكتر يا حبيبتي. ودي كانت نهايه حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، واستنونا الاسبوع الجاي يوم الاثنين الساعه 6.